تعاني أريج حازم مثلها مثل الكثير من سكان محافظة تعز المصابين بحمى الضنك التي تفشت في المدينة والريف، مع النقص الكبير في الدواء نتيجة الحصار والحرب المفروضتان عليها، وجعلت قطاعها الصحي عاجزا عن احتواء أمراض في حكم المنقرضة في كل دول العالم. أريج حازم مصابة بحمى الضنك، وبدأت الحمى من يوم السبت تقريبا، اليوم رابع يوم، واليوم جينا مستشفى عشان ان احنا نعالجها. وهذه حالة طبعا من وجدت مئات الحالات، يعني حمى الضنك واضح انها منتشرة، وإمكانية وتكلفة معاينة حمى الضنك كبيرة، القربة حق حمى الضنك ب 1700 شليناها، وانتقص الوضع على بقية الآخرين اللي مش قادرين انهم يواجهوا حالة مستعصية وسريعة وتفتك بالمرض سريع ويفتك بالحالة سريع، لابد من انه الواحد يلتفت لهذا المرض الفتاك. وبحسب العاملين في مستشفيات تعز والقائمين على الجانب الصحي، فإن عدد الإصابات المؤكدة بارتفاع مستمر كل يوم، وقد ساهم بارتفاع الأعداد موسم الأمطار وغياب المنظمات العاملة في الجانب الصحي واستمرار الحصار على المدينة منذ 4 سنوات، حتى أصبح المرض مستوطنا في المدينة وخاصة في فصل الصيف. عدد حالات حمى الضنك التي وصلت إلى المشافي والمؤسسات الصحية حتى اليوم 858 حالة، 5 حالات وفيات، 90% من هذه الحالات هي في 3 المديريات وسط المدينة، المظفر والقاهرة وصالة، وكذلك أجزاء من مديرية التعزية. وزارة الصحة، المنظمات الدولية التي تعمل في مثل هذه الجائحات، أن تعمل على تنفيذ الأنشطة الأخرى، وهي أنشطة العلاج وتوفير الأدوية وفتح مراكز علاجية أكثر. هناك مركز لاستقبال حالات حمى الضنك في مستشفى الجمهوري، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من هذه المراكز. نعمل على فتح مركز في مستشفى الثورة وكذلك في مستشفى المظفر. مثلما ساهمت الحرب بانتشار حمى الضنك، ساهمت أيضا بعودة كل الأمراض التي كانت قد انقرضت من البلاد وذهبت مع ذهاب الإمامة والكهنوت، وبعودتهم بعد الانقلاب عادت كل الأمراض والأوبئة التي كانت قد نسيت ولم يعد لها وجود.